ذلك من المتوقع بحسب ما تفيد القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فإن هذا الاتصال سيتطرق إلى تمديد التهدئة في قطاع غزة. بالأمس أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واليوم يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب ما تقول القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، والهدف هو تمديد التهدئة أكثر في قطاع غزة. موضوع التهدئة هو واحد من ثلاثة مواضيع سيناقشها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي سيزور إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة. لم يتم تحديد موعد للزيارة بعد، لكن نعرف أنها ستكون هذا الأسبوع. سيتم بحث تمديد التهدئة في قطاع غزة، سيتم بحث أيضا ما الذي سيفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد أن تنتهي التهدئة، خصوصا أن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد الماضي انتقد في لقاء مع برنامج واجهة الصحافة المعروف في الولايات المتحدة الخطط العسكرية الإسرائيلية شمالي القطاع. قال إنها جاءت على عجل وإن إسرائيل لم تراعي وجود المدنيين في تلك المنطقة. الآن تحاول الإدارة الأمريكية استدراك ذلك الأمر عبر الحديث منذ الآن عن أي خطط إسرائيلية محتملة للهجوم جنوبي قطاع غزة، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن ذلك لن يكون وشيكا، لن يكون بعد انتهاء التهدئة فورا، وأن إسرائيل تحتاج إلى أسابيع من أجل الإعداد لأي خطط لاجتياح مناطق جنوبي قطاع غزة، طبعا في حال اتخذ قرار بذلك. كذلك